بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يؤدب المتعلم أي شيخه على التدريج بالآداب السنية أو السنية والشيم المرضية. توقفنا هنا، ثم قال: ورياضة نفسه بالدقائق الخفية. يروض الشيخ تلمذه على أن يتكون في قضية التأصيل والاستنباط، فيعلم الشيخ تلميذه أن لا يستعجل في استنباط الحكم من النص مثلا، ويعلمه أن لا يحتقر مؤلفا جاء فيه خطأ أو مؤلفا أو شيخا، يعلمه دقائق ما دق من المعلومات والأصول. يقول له: يا طالبي لا تنظر إلى الذوات، انظر إلى المعاني. إذا خاصمك شخص فانظر إلى ما يخرج منه من معان، لا إلى ذاته وماضيه ونسبه وحسبه وماله، بل يهمك كلامه لأن فيه المعنى. مثلا، هذه أمثلة من الأمور الدقيقة الخفية في التربية. قال: ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية، كما يحرص الشيخ على آدابه الظاهرة، يحرص على باطنه وعلى قلبه. فكثير من الحركات والكلمات والتصرفات هي عنوان للباطن، كثير من فلتات اللسان يفهم بها الشيخ شيئا في القلب، هذا كثير. قد يتكلم شخص كلاما فيفهم الشيخ من ذلك الشخص أن قلبه به المرض الفلاني، لأن هذا المرض مظنة أن يخرج منه هذا الكلام وهذه الحركات وهذه الأفعال وهذه المواقف وهذه التصرفات. فهذا يلمحه الشيخ كثيرا، فالانتباه الانتباه، هذا الأمر يلمحه الشيخ. ففي الحلقة الشيخ يشرح وفي ذهنه المعلومات مرتبة ومهذبة، يعطيها في أبهى حلة لتلاميذه، وفي نفس الوقت ينظر ويقرأ لغات العيون ويقرأ الحركات. فإذا تصرف التلميذ تصرفا فهم الشيخ مقصوده، ولهذا قال: يعالج، يصون الصيانة المعالجة، صانه إذا أصلحه. وفيه معنى الحماية أيضا، يحميه. فإذا علم الشيخ بأن هنالك فتنة تحوم حول تلاميذه تؤذي قلوبهم، فإن الشيخ ينبه عليها كناية أو تصريحا، فقد يضطر الشيخ إلى أن يصرح ربما حتى بأسماء وبأشخاص صيانة لقلب تلميذه، ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص. الشيخ يؤدب تلميذه ليس بالكلام فقط، بل يؤدبه بأفعاله هو. وأحيانا يحتاج الشيخ إلى أن يبذل جهدا في ذلك،
وأن يتصرف خلاف عفويته، وأن يتكلم خلاف طبعه، تأديبا للتلميذ بالأفعال. وهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يصنع الصحابة الكرام، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. تتصرف تصرفا بقرب تلميذك فقط لعلمك أنه يتأثر بتصرفاتك فيقتدي بك. لهذا قال هنا ويحرضه بأقواله وأفعاله. التحريض لا يكون فقط باللسان، التحريض لا يكون باللسان فقط بل يكون بالأفعال. بين قوسين، جل المستقيمين في بداية أمرهم يتأثرون بالأفعال، وقل ما يتأثرون بالأقوال. ونحن نذكر زمن الشباب، الآن هرمنا، لكن زمن قديم يعني نذكر، وأنا ابن 15 و16 كان يجذبني كل ما يقوم به الشيخ، فكنت أتورك في صلاتي وأفترش لأن الشيخ يفعل ذلك، والله لا أدري لماذا، فقط لأن الشيخ هكذا هيئته في الصلاة فأنا أقتدي به. ثم بالعلم تصلح النية، بالعلم تستقيم النية بعد اعوجاج. هنا ركز على الإخلاص لأنه أول ما يعنى به، أول شيء يبدأ به طالب العلم في الإصلاح والصيانة والمعالجة قلبه، فيحرص على أن يتوجه بأعماله الظاهرة والباطنة إلى الله، ويعينه شيخه في ذلك بلسانه وبأفعاله. قال والصدق، وأنا كلما وصلت إلى هذه النقطة، قضية الصدق كلما وصلت إليها والله أستحي أن أتكلم فيها. عبادة الدهر، كل عبادة موقوتة ومؤقتة إلا عبادة الصدق فهي عبادة الدهر. والإشكال أن الصدق حتى في غير الدين وحتى في غير العبادة له وزنه وله شأنه، حتى في العلاقات. ألا ترى أنك تشفق على شخصين علاقتهما في غير الله إلا أنهما في صدق فتشفق عليهم؟ ولهذا تقول إحدى النسوة بعدما رأت شخصا يتمسح بالكعبة ويدعو بأن يجمع الله بينه وبين من يحب، قالت والله لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في المتحابين. قالت لو عندي دعوة مستجابة أجعلها في المتحابين. لما في ذلك من الصدق؟ الصدق في التجارة، الصدق في المعاملة، الصدق مع الوالدين، الصدق في دراستك حتى التي هي غير شرعية. فالصدق محترم في كل جوانبه وإن كان بعض الجوانب حراما، ولكنه إذا كان بصدق تجد في ذلك نوع شفقة. والصدق المطلق مع الله، فمتى كانت علاقتك مع شخص أو مع مادة أو مع معنى بصدق لكن تخالف الصدق مع الله، نقدم الصدق مع الله ونضحي بذلك، ونضحي بالصدق الأول. وهذا صعب وليس سهلا، وفيه جمر يكوي القلب عند علاج هذا الأمر وهو علاج الصدق، فليس سهلا، والكلام فيه يطول، والأدلة كثيرة. ويكفينا من ذلك أن الصدق مجلبة لحب الله وحسن النيات، أي أن يجعل حسن النية أساسه ورايته في معاملات الناس، اجعل حسن النية هو الأساس، ثم إذا بدا خلاف ذلك ابني على ذلك الاحتياط. مثلا أظن الله 10 نقتصر على هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.